بعث حضره صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى آل خليفه اهل البلاد المفدى حفظه الله برقيه تعزيه ومواساة الى فخامه الرئيس مانويل ماكرون رئيس الجمهوريه الفرنسيه الصديقه بوفاه رئيس الجمهوريه الفرنسيه الاسبق فالاري جيسكارد سان وأعرب جلالة الملك المفدى في البرقية عن خالص تعازيه وصادق مواساته لفخامته وللشعب الفرنسي الصديق، مشيدًا بدور الرئيس الراحل وجهوده في تعزيز وتطوير علاقات الصداقة والتعاون الوثيقة التي تربط بين مملكة البحرين والجمهورية الفرنسية في المجالات كافة، راجيا جلالته له الرحمة ولأسرته وذويه جميل الصبر.